يصلني استدعاء المجلس الشعبي الوطني سوف أتنازل عن حصانتي مباشرة. فيما يخص منصبي كأمين عام سوف نأخذ القرار جماعيا في المكتب السياسي. قلنا القانون والعدالة حرة والقانون فوق الجميع. إلى حد الآن لم يصل إلى شخصي أي استدعاء، لكن ما بلغني من المجلس الشعبي الوطني بصفتي نائب هناك طلب لرفع الحصانة عن النائب محمد الجميعي. ما أؤكد أمامكم، لم أطلع على الموضوع إلى الآن، لكن ما وصلتني أنه يخص خلاف أو يخص شخص مسألة شخصية